السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الكرام. اليوم نحن نمشي في ريابخش، هذا رفاع، فندق رفاع جميل، ثلاثة نجمة فندق رفاع، وأمامه فندق لرمضان والحج يشتغل لرمضان والحج فقط، ما شاء الله جيد. ثم نحن نطلع إلى طلعة، أمامنا عدة فنادق، خمسة فنادق الأصيل، هذا على أصيل، عدة فنادق وشركة أصيل، انظروا 1 2، وهناك أيضا وبجوار الأصيل وراء مسجد فندق إلاف، إلاف ما شاء الله، إلاف السلام، فندق ممتاز، مرة ممتاز، مرة ممتاز. ونحن نمشي، مررنا مسجد وهنا الأصيل رفاد، الأصيل أم القرى، انظروا ما شاء الله، الأتراك يحبون هذه الفنادق. لكن أنا دخلت في فندق لؤلؤ، هذه لؤلؤة الحمياري، هذا ما شاء الله ما شاء الله، ثلاثة نجمة، فندق ثلاثة نجمة، واستقبال كل جديد، وانظروا ولاحظوا، جيد 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 ما شاء الله، فندق ثلاثة نجمة والغرف واسعة وشاشة وثلاجة ما شاء الله، حتى انظر، ومكيف، مكيف مركزي، وغرف واسعة، والممرات هناك، والحمام، انظروا كل غرفة حمام، كل غرفة حمام، وممر بين السرور واسع أيضا، انظروا، وفيشات كهربائية، جيد جيد جيد، فندق فاخر ويقع في ريابخش، وقد أخذت شركة مصرية في رمضان 2019، رمضان أخذوا ما شاء الله، فندق جيد 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 كما قلت، والمسافة إلى الحرم 1900 متر، وعندهم لديهم مواصلات، وإن شاء الله إن شاء الله المعتمرون يستمتعون بهذا الفندق. طيب، هذا تصريح وهذا تصنيف، تصنيف ثلاثة نجمة، فندق ممتاز ممتاز ممتاز. معكم نور وسرور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.